أعزائي المتداولون، السلام عليكم، معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس مع توقعاتنا للثامن عشر من أغسطس. نبدأ أمامكم على اليورو دولار. كما ترون البيانات الإيجابية من يوم أمس على الدولار أدت لهبوط بسيط في اليورو، لكنه ما لبث وإلا وأن عاد في الصعود. أنا بنظر أنه من هذه المستويات سوف نستمر في الصعود إلى مستويات أعلى، مستويات ممكن أن تأخذنا إلى 1.1350، لكن هذا كله موهوم بالثبات ما فوق 1.12. وأنا بنظر أنه في المرحلة القريبة سوف نرى بعض التذبذب ما بين هذين المستويين، ليس إلا طبعا إذا تم اختراق أو كسر أحد هذين المستويين الدعم أو المقاومة السيناريو ستغير. على الباوند الدولار كما ترون نحن الآن فعند 1.3. أنا بنظري الثبات ما فوق هذا المستوى سوف يأخذنا مرة أخرى إلى 1.35، ما دون هذا المستوى سوف نهبط إلى 1.285. الثبات هنا جدا مهم، ما فوق 1.3 لكي نستمر في الصعود والتداول آنفين إلى فوق. تداول موفقا وشكرا لكم.